السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم طريقه عمل الكفته بطريقه سهله وجديده قوي ومميزه، هتظبط معاكي قوي وهتبقى مشدوده كده وهشه من جوه ومش هتفك منك خالص، وان شاء الله هتبقى طعمها لذيذ جدا بطريقه جديده ومميزه ان شاء الله تعجبكم. قبل ما ابتدي طبعا لو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك او سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد معايا في القناه. ويلا بقى بينا نبتدي نعرف الطريقة مع بعض. دلوقتي هحتاج لنص كيلو من اللحمة، حوالي 75% منها لحمة ونص و25% دهون، تمام. وبحتاج معاها حوالي بصلاية مفرومة بس بفرمها في بشرها بالمبشرة، وحط عليها معلقة كبيرة من النشا وبهارات بقى ملح وفلفل وبهارات لحمة، وهحتاج كمان معلقة كبيرة من البابريكا عشان تديها لون حلو، ومعلقة كبيرة من الزيت، وعجنها كويس علشان خاطر تبقى متماسكة معايا واعرف اصبعها. ببدأ بقى اصبعها دلوقتي، بجيب بقى الاسياخ اللي هي الخشب وببدأ بقى اضغط عليها كويس علشان خاطر متفكش مني وقت السوا. وطبعا معلقة النشا هتخليها متماسكة جدا، ولو فيها اي نسبة مية زيادة بتخليها تبقى بتمط معايا، ما تبقاش بقى بتفك كده وشكلها مش مظبوط، تمام. زي ما انتوا شايفين اهي ماسكه معايا اهي في التصبيغ وحلوه جدا. بصبعها كلها، وبعدين اما باجي اسويها بينزل بقى البهاريز بتاعتها الخطيره اللي طعمها حلو. فطبعا البهاريز دي طبعا خساره انها تترمي، فانا هستفيد منها النهارده وهعمل بقى خضار بقى تحت الكفته علشان تديها طعم حلو. ممكن تعملي بطاطس بس، وممكن تعملي بقى خضار مشكل. انا جبت كوستين عملتهم مكعبات صغيرة، وجزراية وبطاطساية كبيرة، وجيت مقطعهم ومعهم بصلاية من البصل اللي هو الابيض مش البصل الاحمر، تمام، علشان يديها طعم حلو. ببدأ بقى اتبلها بملح وفلفل برضو وبابريكا ورشة من الزيت، وببدأ بقى انزل على وشها الكفتة، تمام. كفتة طبعا لما بتنزل بقى البهريز بتاعها بينزل عليها وبتديها طعم حلو قوي، بيبقى طعمها زي الكفتة بالظبط. وانا دلوقتي عاملة كمان كوباية من الشوربة، حط عليها معلقة من الصلصة ومتبلها بنفس التتبيلة، وحنزل بيها على وشها عشان كلها تاخد الطعم وتاخد اللون، تمام. وبعدين الفرن بكون مسخناه وبدخلها فيه من 25 لـ30 دقيقة، وبغطيها بورق زبدة علشان لون الخضار ما يغمقش، تمام. وبعدين في اللحظات الأخيرة يعني آخر 5 دقايق بشيل ورق الزبدة عشان الوش يطلع لونه حلو معايا، وتبقى شكلها زي المشوية بالظبط، تمام. أنا طلعتها خلاص زي ما انتوا شايفين، شكلها تحفة وجميل جدا ولونها حلو فاتح مغمقش معايا، حتى الخضار شكله جميل زي ما انتوا شايفين. وجبة متكاملة وحلوة جدا ومظبوطة قوي، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وانا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكون الوصفة دخلت مزاجكم بقى وجربوها ان شاء الله تدعولي. وطبعا احنا في ايام عيد، فالكفتة دي من الحاجات الاساسية. كل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله بقى نتقابل فيديوهات جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.